بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الدكتور عمامرة كريم، أستاذ بجامعة محمد شريف مساعدية سوق أهراس، كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير. أستاذ مكلف كمدير مركز تطوير المقاولاتية. يهتم هذا المركز وهو كجزء من سياسة التوفيق بين التكوين والتوظيف والانفتاح على البيئة الاجتماعية والاقتصادية. أنشأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع بشراكة مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة مركز تطوير المقاولاتية، الذي أعيد تسميته كان سابقا دار المقاولاتية. سيعمل هذا الإجراء على مرافقة الجامعيين سواء كانوا مازالوا في داخل الجامعة أو خريجي الجامعة، يساعد أو مرافقة الجامعيين لتأسيس مؤسساتهم الخاصة من خلال تكوينهم تدريبهم ودعمهم. من تتمثل المهام الرئيسية للمركز وهو مركز تطوير المقاولاتية فيما يلي: أولا التحسيس، يعمل المركز على توعية الطلبة الجامعيين بأهمية المقاولاتية في ضمان المستقبل الشخصي للطالب وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات، خاصة من خلال توفير مناصب عمل دائمة وتنويع النسيج الاقتصادي المحلي، مع إبراز أهم مزايا العمل المقاولاتي مقارنة بالوظائف الحكومية. وتتم عملية التحسيس من خلال الاستقبال والتوجيه، إذ يعمل المركز بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية نيزدا على استقبال الطلبة لتوجيههم والإجابة على استفساراتهم حول كل ما يتعلق بالنشاط المقاولاتي. ثانيا، في نبقى دائما في عملية التحسيس، هي الأيام الإعلامية. يقوم المركز بتنظيم أيام إعلامية دورية في مختلف كليات الجامعة، يتم فيها تعريف الطلبة بطبيعة ومزايا النشاط المقاولاتي وريادة الأعمال ومختلف الهيئات الفاعلة والداعمة والتي ترافق الطالب التي يمكن الاستعانة بها في هذا المجال. النقطة الثالثة وهي الندوات الدورية. ينظم المركز ندوة شهرية أو أسبوعية أو كل 3 أشهر بعنوان ندوة في المقاولاتية، يتم فيها تقديم وعرض تجارب المقاولين الناجحين أمام الطلبة، خاصة المقاولون خريجو الجامعات، بحيث يعمل هؤلاء المقاولون على تحفيز الطلبة والإجابة على استفساراتهم حول المسار المقاولاتي وأهم المزايا والتحديات. الدورات التكوينية، يتم تنظيم دورات تكوينية دورية في مجال البحث عن الأفكار الإبداعية والابتكارية ودراسة المشاريع وإعداد خطط الأعمال، كذلك دورة تكوينية في نموذج العمل التجاري بزنس موديل كانفا BMC، التفكير التصميمي وهو ديزاين ثينكينج، وتسيير المؤسسات الناشئة بالتنسيق أيضا مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ومختلف الشركاء. الآن في في القانون الجديد حددت مدة التكوين 15 يوم، تكوين مكثف. ثالثا، المرافقة، وذلك من خلال القيام بدورات تكوينية دورية لفئة الطلبة المهتمين في كيفية البحث عن الأفكار ومنهجية دراسة المشاريع وطرق تسيير المؤسسات الناشئة، مع ربط الطلبة بمختلف المؤسسات ذات الصلة. كما يعمل المركز بالتنسيق مع حاضنة الأعمال المتواجدة على مستوى جامعة محمد شريف مساعدية سوق أهراس على مرافقة الجامعيين أصحاب الأفكار المبتكرة وتدعيمهم من خلال استغلال الإمكانيات التي توفرها الجامعة خاصة في الحاضنة لتجسيد هذه الأفكار الابتكارية على أرض الواقع وتحويلها إلى مؤسسات ناشئة أو مؤسسات مصغرة. كما يتيح المركز إمكانية المرافقة عن بعد، وهذه لم تكن سابقا، الآن ستكون هناك إمكانية مرافقة عن بعد لرواد الأعمال. أيضا هناك مهام أخرى وهي التسجيل، شرح دليل المقاول ومنصة مقاول دي زاد،
ويوفر المركز تكوين مكثف لمدة 15 يوم بغرض إنشاء مؤسسة مصغرة أو مؤسسة ناشئة أو الاستفادة من التمويل. أهم الأنشطة أخيرا أهم الأنشطة الأنشطة المستهدفة هي تلك التي ينظمها المركز سنويا، وتنظم مشارك وتضم وتضمن عفوا مشاركة الهيئات المرافقة في التوظيف وتمويل ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة. يعقد المركز المؤتمر السنوي في نهاية جوان من أجل عرض المشاريع الجديدة وما تم والنشاط السنوي أيضا المتعلقة بتسهيل إنشاء الشركة وفرصة التعرف على المشاريع الناشئة، وذلك بغي التعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها. وعلى هامش هذه الفعاليات تعقد ورشات تدريبية يديرها مستشارون رفيعي المستوى أغلبهم أساتذة جامعيون متخصصون في المجالات المتعلقة بالمؤسسة، وكذلك موظفون تابعون لقطاعات الدعم مثل نيزدا لانام لونجام، كذلك دورات تدريبية وهي دورات تخص جميع الطلاب المسجلين بالجامعة، والتسجيل يكون عن طريق الموقع الإلكتروني وحتى بالطريقة العادية. كذلك هناك بعض التظاهرات العالمية نذكر من بينها الأسبوع العالمي للمقاولاتية GEW والذي ينظم سنويا في شهر نوفمبر، والذي يتم فيه عقد المؤتمرات وورش العمل والمسابقات بتأطير مجموعة من المتخصصين الأكاديميين الجامعيين وخبراء وشركاء سوسيو اقتصاديين مثل المدراء التنفيذيون أو مديري الموارد البشرية في المؤسسات، فضلا عن المشاركة الفعالة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولة.